صخر وتلال يا صخرة الفجر وعصر الليل يا بلدي يا نور مطول على بلدي يا بلدي يا صغير ونهار كبير ومكياني يا بلدي يا واتنين نيسان بالبال زحلة ومسولة بتاريخ الحرب اللبنانية بالأحرى بالحرب على لبنان. زحلة مدينة 91 يوم صمود وبطولة وحرية هي نفسها زحلة جارة الوادي وعروس البقاع الساكنة على طرف السهل وموقعها au président de la République élu du Liban Béchir Gemayel. Béchir Gemayel à Beyrouth. Chez Béchir Gemayel, chef des milices conservatrices. The first words Béchir Gemayel said on his election were very carefully chosen. إن الذي جمع الزمان يوم انتخابه رئيسا أحيا زمان الأسطورة فينا يوم دخلها شهيدا بشير الجميل الأمل والزلزال بشير الجميل والسهولة أن يستعاد صفحة صفحة وكلمة كلمة والصعوبة في السفر إليه إلى حيث بلغ سحره وترددت كلماته في الإعلام العالمي والصعوبة في عرض ما عرض في منقلبات الأرض ولم يره اللبنانيون بعد عن بشيرهم الذي أرغمت مواقعه والمواقف طواقم الصحفيين والمصورين غير مرة على ركوب الطائرات أو البحر وقطع ألوف الأميال خصيصا لاقتناس صور له وتصريحات بشير الجميل في الإعلام العالمي معنا الليلة في الذكرى الخامسة لانتخابه رئيسا على طريق الشهادة. قبل العام 1976 لم يكن بشير الجميل بعد قد انتزع اهتمام الإعلام الغربي، ويجب أن نفهم هنا أن ما نراه أحيانا مفترقا وشأنا مصيريا لا يحتل خبرا في صحيفة دولية أو شبكة تلفزيونية عالمية، وسرعان ما بدأت أخبار بشير ومواقفه تزحف إلى جرائد العالم وشاشاته، وخصوصا بعد معارك تل الزعتر والكارنتينا والدامور، أي عندما بدت المقاومة اللبنانية وجها لوجه مع المقاومة الفلسطينية مع التباين في هدف كل منهما. فالفلسطينيون وقد انتحلوا صفة جيش المسلمين رأوا طريق فلسطين تمر بالمدن اللبنانية واستبدلوا التحرير بالتوطين، فيما المقاومة اللبنانية فعل إيمان بوطن قائم ونهائي يجب الدفاع عنه وتحريره من الغرباء. ومع أحداث تل الزعتر والكارنتينا والدامور التي شغلت العالم في مدها وجزرها وما آلت إليه المواجهة والملابسات، بدأت ملامح بشير الجميل تكتمل في الإعلام العالمي. ونظن أن أول تصريح لبشير القائد كان هذا التصريح في تشرين 1976 عندما رفض اتفاق القاهرة والوجود الفلسطيني في لبنان.
I guess after 18 months of fight and battles, after what happened, after 40,000 people killed, after one third of Lebanon destroyed, the Cairo Agreement is a nonsense anymore, and we have to find a new solution and a new way of life and a new solution to the Palestinian presence in Lebanon. جاء تصريح البشير يومها بعيد دخول قوات الردع السورية إلى بيروت، وأعلن رفضه تسليم السلاح الذي تحمله المقاومة اللبنانية للدفاع عن نفسها. In my opinion, I guess we are obliged to keep them because if we will give them to the Arab peace forces or to anyone else, I don't know who will take care of us, and we must wait in another 18 months to have our weapons and our mortars ready to work. We needed 18 months in order to have all that we have now. We can't give them for nothing or just because they are asking us to give them back. في العام 1978 عدو مباشر جديد هو السوري الذي سقطت ورقة التوت الأخيرة عن نواياه وأهدافه، فكانت المقاومة اللبنانية حجر عثرة في طريق أحلامه ومشاريعه، وفتح النار ودشن حرب 100 يوم بقصف وحصار وتدمير، وانبرت القوات اللبنانية له مقاوما شرسا رغم التباين في موازين العديد والعتاد، وأبدت المنطقة الشرقية وأبناء الأشرفي خصوصا صمودا قل مثيله. وكان للقائد بشير إطلالة على الإعلام العالمي من خلال أول تحقيق تلفزيوني موسع أجرى لقاء مع قائد القوات اللبنانية آنذاك بعد 10 أيام من أول وقف لإطلاق النار، وعلى أطلال البيوت التي رمدتها المبادرة الأخوية السورية. Samedi 7 octobre. Dans un décor d'apocalypse, le réduit chrétien de Beyrouth agonise sous une pluie d'acier. Pierre par pierre, rue par rue, les milices chrétiennes s'accrochent désespérément à ce quartier d'Achrafieh que les Syriens semblent décidés à rayer de la carte. En dépit du cessez-le-feu ordonné par le Conseil de sécurité, les Syriens continuent à pilonner sauvagement les pâtés d'immeubles qui s'écroulent en ruines. On leur laissera peut-être la montagne à ces chrétiens qui n'ont plus leur place au Proche-Orient. Mais Beyrouth redeviendra exclusivement arabe, le port méditerranéen de Damas. Le Liban sera découpé s'il le faut pour satisfaire l'appétit de ses voisins. On sait déjà ici que les jeux sont faits, que personne ne viendra mourir pour Achrafieh, encerclé, assailli de toutes parts par 40 000 soldats syriens.